كوكو ما شيري، مرحبا بكم على شان يوتيوب نتاعي. اليوم جبت لكم غسالة بنينه ياسر باش نعملوا طاخت مالحه بالدجاج وبالسبناخ، نودكم ولا نشهيكم. دوك اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا البات نتاعنا. هوني باش نستحق فارينه 250 غرام فارينه عاديه، ونحط عليها شويه ملح، ربع مغرفه صغيره ملح، نقولوا احنا رشه ملح، ونخلطوهم شويه. ومن بعد نجي نزيد عليهم الزبده. بالنسبه للزبده عندي 130 غرام زبده، اعذروا لي كيفاش قصيتها مربعات صغرونين باش نجمو نخدموا بها البات باش نعملوا سابلاج. بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه راهو يكون احسن انكم تعملهم بالماكينه بالطبيعه، من ديما نحب نوريكم باليد. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش معناتها تنجموا تعملوه. دوك نعملوا هكا دوبليش بترش صوابعنا، نجيو لك الزبده ونحاولوا ندخلوها في الفارينه اللي تولي لنا كيما الرمل. دوك نبداو الزبده، ما قلت لكم راني زبده خرجتها من الفريجيدير، ماهيش بحراره الغرفه اما ماهيش كلي بارده ياسر، معناتها لازمها تبدا بارده شويه باش كي نخدموا بها ما توليش ياسر هكا ما تذوبلناش. دوك نبداو نعملو هكا بشوي بشويه بصوابعنا لين نحسوها هكا ولات كيما الرمل. كان قاعدوا بلايص كبار مثال شراتهم، بعد نوريكم كيفاش تعملوها. كانكم بالماكينه يكون احسن، راهم يقعدوا لكم شو بلايص كبار. دوك بعد ما حطينا كالزبده دخلناها مليح في الفارينه، نجيو ناخذوا اصفر نتاع عظمه ونحاولوا ندخلوه هو بيدو فك الخلطه اللي عملناها، ونجيو باش نبداو نصبوا في الماء. الماء ماذا بيكم يكون بارد من الفريجيدير، نصبوه بالمغرفه على خاطر انا مثلا البات هذه نفس الفارينه ونفس الزبده ونفس كل شيء، ساعات يخولي 5 مغارف ماء، ساعات يخولي 6 مغارف ماء، خاطر كل مره الفرينه كيفاش تشرب. دوك ديما نبداو بشويه بشويه بالمغارف، ونبداو نلمو ما نعجنوش، دوبا هكا نلمو بصوابعنا من معناتها لمينو برا. ديزولي التصوير جاي من الفوق، تقولش عليا هكا يدي غاطسه، ما هي راهي يدي ماهيش غاطسه في وسط البات، يعني جوست هكا بصوابعكم تلمو نورمال مظاهره، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دوك لموها لموها، انا هوني جاتني 6 مغارف ماء وليت اترية، اعذروا لها كيفاش تري. دوك تو شنو باش نعمل؟ باش نحطوها على الرخامه نتاعنا. وشنو باش نعمل؟ نجيب بك البارتي هذيك نتاع يدنا ونبداو ندزو. علاش ندزو هذيك؟ باش كان فما طرف زبده قعدت ما ذبتش ما دخلتش في البات تتغفص وقتها، اللي ندزوه ما نعاودوش نرجعوا له، ندزو هكايا لين نكملوا البات الكل باش من بعد نلموه. باهي تو كملنا عملناها الكل، شنو باش نعمل؟ باش نجيو نلموها لمين هكايا فيسع فيسع، وباش نبداو نخدمو بها طول. باهي كانكم الدنيا سخونه ولا الكوجينه سخونه ولا هكا ذابتلكم ياسر البات، دخلوها للفريجيدير من بعد 5 دقائق. راهو باش ندخلوها احنا الفريجيدير من بعد، هي نورمالمون الاكثريه نقولوا احنا يدخلوها الفريجيدير قبل ما يخدموا بها، من بعد تعذبك في الخدمه. دوك احنا باش نعملوا طريقه اخرى، باش نخدموها هنا. دوك هاني قلت لكم كان حسيتوها ذايبة ياسر دخلوها في ساعة في ساعة في الفريجيدير وعاودوا خرجوها باش تخدموا بها. دوك نبداو نحلوها بشوية بشوية، باش نحلوها حسب المول اللي عندنا هكايا وحسب الخشن اللي نحبوه، ما تعملوهاش جيدة ياسر باش تجيكم هكا مزيانة وبنينة من بعد. دوك واش نعملوا؟ نجيو نهزوها ونحطوها في المول نتاعنا. بالنسبة للمول تو نخلي لكم قياسات نتاعو، مانيش شدتهم في مخي، تو نخلي لكم قياسات نتاعو في صندوق الوصف. لي زانغغيديون الكل زاد نعاود نكتبهم لكم في صندوق الوصف باللغة العربية وباللغة الفرنسية. دوك تجي نحط العجينه نتاعي هكايا، ونبدا اول حاجه نحاول نتبع اكل البارتي الوطنيه باش نجي نعمل زاويه قائمه، باش يبدا عندنا انونغل هكا مستوي، باش من بعد كي نقصوها تبدا مزيانه والبات تبدا نظيفه. بعد ما نكمل نحيو كزايد الكل، شنو نعمل؟ نجيو بصوابعنا ونبداو ندخلو فك البات فك اكل البارتي المشرفه نتاع المول نتاعنا، باش من بعد زيد كي نجيو نقصو طرف التاخت ونخرجوها تبدا مزيانه وتبدا مشرفه. كان المول نتاعكم مش مشرف ميسالش، ما مش مشكل. ومن بعد نجيو بسكينه نحيو الزايد هذاك الكل. توا نجي ناخو فرقيتا ونحاول ننقب البات نتاعي من البلايص الكل، من البارتي اللوتانيه واللي على جنايب زاده. هذايا باش من بعد وقت اللي تيب ما تتنفخلناش وما تعملناش شيره هكا منفوخه يدخل فيها الهواء، هذاك علاش نعملو هكا. توا باش نهزها ونحطها في الكونجيلاتور 20 دقيقه. اونتخوطون نجي نسخن الفور نتاعي 350 درجة فارينهايت، اتو نكتب لكم بالسلسيوس قداش، وباش نبدا نطيب في الحشو نتاعي. دونك انا اختارت باش نعمل سبناخ ودجاج. دونك نجي في قلاية ولا في طنجرة نتاعي ونحط مغرفة كبيرة زيت ومغرفة كبيرة زبدة ونحط عليهم السبناخ. نقولكم أي حاجة تحبوا تحطوها في الكيش معنتها في الطاخت نتاعكم تنجموا تحطوها، إذا كان الحاجة اللي تحبوا تحطوها فيها ماء معناتها من عند ربي فيها ماء، كيما السبناخ كيما البصل كيما الشامبينيون، شتعملوا ديما طيبوه قبل ونحيوا له الماء نتاعو، خاطر كي تحطوا حاجه فيها الماء
كي تحطوها باش تطيب باش تخرج الماء نتاعها في وسط الطاخت راهي باش تتهلك. بي حطيت السبانخ نتاعي غطيته لين ذبال، بعد ما ذبال زدته شويه ملح باش يزيد يخرج هكا الماء نتاعو الكل، وباش نخليها هكا يعني يخرج شويه هكا شويه دقيقتين ثلاثه بعد ما حطيت الملح باش يبدا يخرج فيك الماء نتاعو الكل. ومن بعد باش نعمل باش نهز نحيلو الماء نتاعو باش نصفيه. لو كان تحبوا تنجموا تصفيوه، والا تحبوا تخليوه فوق الغاز على نار هاديه لين ينشح من الماء نتاعو. نجمو تعملو هكا ولا هكا. انا صفيتو خاطر نهارتها عملت شوربه، بعد عملت سوب دو ليغوم، دونك خليت الماء هذاك استعملته في الشوربه نتاعي. المهم اعذروني كيفاه، نحيو الماء في اي حاجه باش تحطوها كهو. دونك هذا تا باش نحطو على جنب وباش نعديو للي بعد. بيتاو تكون البات نتاعنا تعديو كل 20 دقيقه باش ندخل نطيبها. شوف شنو باش نجي ناخو ورق الزبده بابي كويسون هذاك ونجي نحط فيه حاجه رزينه شايحه، نجم تكون لوبيا شايحه، نجم تكون فما اللي تبيعو هو البوا اللي تبيع يتعمل معناتها يتبيع سبيسيال مول الحاجات هذه. ما كان ما عندكمش نجمو تحطوا اي حاجه من الحاجات الشايحه اللي عندكم في الدار باش ترزن بها، باش كي تدخلها تيب تقعد تشد الفورمه نتاعها وما تشربش البات وما تتنفخش وما تنقصش على جنب. وهوني جوست قصيتك البابي كويسون على جنب باش ما يتحرقليش ودخلتهم للفور. من الاول حطيتها تيب 15 دقيقه بكل الحمص هذاك الشايح، ومن بعد خرجتها كي نحيت الشكاره هذيك، ومن بعد باش نعاود نرجعها تزيد تيب 10 دقائق. نجمو تطيبوها، الحاجه الباهيه فيها الغوسيت هذيا حاجه اكستراوردينير انكم تنجمو تعملوها وقت اللي يبدا عندكم ضيف ليله قبل، تحضروا زوز ثلاثه فون دو تارت من غد نهار اللي عندكم ضيف، تحضروا كان الحشو وتنجموا تعملوا برشا انواع نتاع كيش سورتو كان عندكم بلاتو واحد. بيدون كاكا هو خرجناها وباش نخليوها تبرد وباش نتعدى للدجاج نتاعي. بالنسبه للدجاج دوك نجي في الطنجره نتاعي نحط مغرفه كبيره زيت ومغرفه كبيره زبده وباش نحط الدجاج. بالنسبه للدجاج انا هوني استعملت 300 غرام دجاج قصيته مربعات صغرونات. انا نخير انهم الدجاج يكون مقصوص مش مفتفت. تحبوا تعملوه مفتفت نجموا تعملوه مفتفت، معناتها ماهيش حاجه معناتها لازم تكون هكا مقصوص. امانه نخير مقصوص يذهل لي يكون ابن وانتم تعملوا اللي تحبوا عليه. طب بالنسبه للفحات باش نحط نص مغرفه صغيره كركم، نص مغرفه صغيره نواد مسكاد اللي هي زوزه التيب، ونص مغرفه صغيره زنجبيل جنجمبر، ومن بعد نحط اقل من نص مغرفه صغيره فلفل اكحل، واقل من نص مغرفه صغيره ملح، والملح بالطبيعه يقعد حسب الذوق نتاعكم. وباش نخلطوها باش نخليوه من بعد ينشا حتى هو من الماء نتاعو، ونخليوه لفاح يدخل في الدجاج مليح. لفاح ديما نحطو بعد ما نقليو الدجاج، ما نحطوهش من الاول باش ما يشربش الدم نتاعو. بيفولا كل مره نقعدو نطلو عليه لنتاكدو اللي هو طاب. من الاول غطيته وراهو باش طاب، ومن بعد خليته مش مغطي باش نشح شويه. بيتا خليو الدجاج نتاعنا يبرد باش نتعداو نحضروا الكريمه نتاعنا. دونك هوني عندي ثلاثه عظمات كبار حطيت عليهم 250 مليليتر كريم ليكيد. بالنسبه للكريم ليكيد اللي في تونس باش نعطيكم جوست نصيحه، كانكم باش تستعملوا فانواز راهي سكري، ما تستعملوش فانواز، فما ديليس دبيب الصغار هذيك تبدا مش حلوه، هذيك اللي لازم نستعملوها. دونك من بعد باش نحط عليها ملح وفلفل اكحل كيف كيف يكونوا حسب الرغبه. وانا راني لي زانغريديون الكل باش نكتبهم لكم زاده مره اخرى في صندوق الوصف باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، حتى كي نقولهم لكم بالفم بالنسبه للناس اللي ما نجموش يحلوا صندوق الوصف. خلطوهم شويه وخليهم على جنب. وتو باش نبداو البات نتاعنا تكون بردت. نجيو لك لابيض نتاع العظمه، مش احنا عملنا البات بالاصفر قعدلنا لابيض، نجيو لك لابيض نركدوه مليح ومن بعدش نستعملوه هنايا. شو باش يعمل لنا لابيض هذايا؟ باش يعمل كيما البروتيكسيون، كيما العازل بين البات والكريمه اللي باش نحطوها والدجاج وكل شيء، كل الحاجات اللي باش نحطوهم من الفوق، باش تقعد البات ديما تتقرمش وديما بنينه، حتى كان باش تحط فيها حاجه هكا مبلوله من الفوق. دونك ديما حطوا عبيو من البلايص الكل في البارتي اللوطانيه، وزيد اعملوا مليح في الاجناب باش يقعدوا الاجناب زاده بنين، من بعد تبدا فيهم بروتيكسيون. دونك نكملوا نحطوا العظم، ومن بعد نجيو نحطوا طاق نتاع جبن كيف كيف الجبن باش كيف يذوب، باش يعمل كيما العازل بين الحاجه اللي فوق الجبن والبات. دونك ديما ما فيها باس نعملوا طاق صغرونه كي نتاع جبن من اللوطه، حاولوا حطوه في البلايص الكل، ما تخليش بلاصه فارغه باش كيف يذوب يعني يتحل الكل. ومن بعد باش نحط السبنيخ باش نحلو هكا بشوي بشوية باش يجيني معناتها في البلايص الكل، باش اي عابد معناتها
كيقص قد ما ياخو سبنيخ، تحبوا تزيدوا تقصوه السبنيخ انتوما فوق بعد ما طيبوه، تحبوا تزيدوا تقصوه فوق اللوحه ما فيها باس، هذيك يقعد كيما تحبوا يعني. ومن بعد باش نحط الدجاج، الدجاج حاولوا حطوه في البلايص الكل وما تحطوش فوق بعضه، ما تحاولوا حطوه باش يكون كله على طاق واحد هكا ويبدا في البلايص الكل، باش من بعد اللي يقص قد ما قد ما متى اللي يقص طرف طاق تجيه دجاج ويجيه جبن ويجيه كل شيء. ونزيد نكمل بقيه الجبن نتاعي، انا جبن عملت الكل في الكل 100 غرام جبن مخلط، بتبيعه جبن تعملوا مثال شاملو نوع اللي تحبوا عليه واللي موجود عندكم، راهو مش لازم يكون 100 غرام 100 غرام، حتى اقل مثالش ما تعملوش اكثر، اما اقل مثالش. وتو باش عاد نعمل تحريكه صغرونا لك الخلطه اللي عملناها ونعاود نحطها. ربي العظم كي تعملوه من الاول ما تركدوهش برشا برشا برشا، كان تركدوه برشا ويدخل فيه برشا هواء راهي الكيش باش تتنفخ كتيب، ومن بعد ما تخرجها باش كلها باش تتفش. دونك جوست خلطوا اللازم في اللازم، باش يبدا مخلط وكها. ولا دوك حطيت الكريمه اللي قعدت لي الكل، وتو باش نهز نطيبوه. كان شفتوا انا حطيته في بلاتو فيه بابي كويسون، باش نقول احنا كان فاض ولا حاجه، ديما البلاتو نتاعنا يقعد نظيف وكل بابي كويسون يخو الحاجه كلها. ولا خليتها طابت على مده 40 دقيقه بالنسبه لي انا، انتم ديما طلوا عليها ثبتوا فيها مليح وتاكدوا انها حمارت مليح من الفوق. خرجتها وخليتها بردت كومبليتمون، ومن بعد نحيتها. حبيت نوريكم كيفاش انا جو لا ديمول، راهي سهله الفازه هذيك. ولا طيب باش نخليوها تبرد شويه تولي في حراره الغرفه، ومن بعد باش نقصوها. تنجموا تاكلوها بارده ولا في حراره الغرفه ولا كيما تحبوا. ولا الفيديو نتاع اليوم مفيد ان شاء الله تكون عجبتكم، انودكم ولا نشهيكم راهي بنينه ياسر. جربوها كيما عملت لكم انا بنفس لي زانغريديون اللي حديتهم لكم انا، ومن بعد نتوما كان تحبوا تبدلوا حاجتها كتنجموا تزيدوا تبدلوا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش تخليوا لي ثامبز اب كان عجبتكم. كانكم اول مره تفرجوا فيا اشتركوا معايا في القناه، ونشوفكم في الفيديو الجايه.